صباح الخير عن جديد. بالألفية الثالثة وبالشدائد والمصائب وعتمة الطريق يمكن أكتر شيء منحتاجه هو نقطة ضوء بصيص أمل يرشدونا لليالي بيساعدنا على الاستمرار بمسيرة حياتنا ويرسم لنا معالم الطريق لنطلع من الظلمات لنور الحقيقة ومعرفة المفسدين الذين ينهبون ثروات البلاد وأموال العباد. من هون أكيد اليوم رح نحكي عن عمر الزعني اللي هو شاعر الشعب وعمود من العواميد الستة لأعمدة بعلبك الخالدة، واليوم عم نكون عم نخلده أكتر وأكتر بكتاب جديد نازل تحت عنوان عمر الزعني القصائد الممنوعة. ومعنا بالاستوديو الكاتب والناشر سليمان بختي تنحكي معه أكتر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك أستاذ سليمان. أهلا وسهلا فيك، يعني يعطيك ألف عافية. كنا عم نحكي شوي تحت الهواء وخبرتني كمان أكتر وأكتر عن الشاعر عمر زعني، ولكن خبرنا أكتر كمان. تفضل. يعني عمر زعني أنا بتقديري يستحق دائما أن الواحد يغرف من هذا النبع ويشوف مدى الصدق ومدى الحقيقة اللي تمثل فيها. ومن خلال الكتاب نحن قدرنا، يعني اللي طبعا نحن بالتعاون دار نيلسون بالتعاون مع نادي لكل الناس قدرنا شفنا القصائد الممنوعة، يعني اللي كان الأمن العام وقتها أنه يمنعهم من الصدور أو التداول، ما نشرت يعني ما نشرت. وكان فرصة كتير مهمة لنشوف هالقصائد بشو بتحمل وقديش بتحمل من نقد، وخصوصا النقد نقد السلطة. يعني عمر الزعني كان من الأشخاص اللي أغلب أغانيه كانت حول النقد القائم على ممارسات السلطة وعلى الفساد مثل ما ذكرت، وعلى التغيرات اللي عم تعصف فينا نحن، يعني والتحولات. يعني مرات بتقرأ بتقول يعني عمر الكلام 60 70 80 90 بعده هو ذاته، يعني واقع الحال مقيم. وكما أن الزعني كان صادقا دائما أنه في تعبير عن بشجاعته يعني وجرأته بالتعبير عن معاناة هذا الشعب. لذلك هو يسمى حاله مرة بيقول أنا رافع راية أوطاني، أنا شاعر الشعب المتألم. يعني كان يعي هذه الحقيقة أنه هو عم بيدافع عن قضية شعب، مشان هيك اللقب شاعر الشعب. شاعر الشعب صحيح، يعني بينقل كمان وأنا يعني من خلال بحثي وهيك لقيت أنه بتاريخنا يعني في اثنين بيشبهوه كتير لعمر الزعني، الشاعر المصري بيرم التونسي والشيخ سيد درويش بمصر. هو مزيج من اثنين، يعني مزيج من الشخص اللي بيقدر ينتقد نقد يعني بليغ للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبنفس الوقت بيقدر يعمل غنية ويعبر عن نضال شعب. يعني عمر الزعني كان عنده هالقدرة هاي انه يكتب ويتصدى بشجاعة بجرأة وصولا الى السجن. يعني حتى كمان القصائد، يعني اذا عم نحكي نحن عن قصائد ما كانت حتى مخولة انه تنشر. صحيح. فتنعرف يعني قد ايه كانوا هالقصائد عن جد ممنوعة او عن جد قد ايه كانت. وانا اذا بدي اعطيك فكرة، يعني اعطيك فكرة للمشاهدين، عمر الزعني يعني الانتداب اضطهده وسجنه، والعهد الاستقلالي اضطهده وسجنه ايضا. يعني هو كان على حق وكان مصيب انه بيتصدي لهالاوضاع الغلط الفاسدة. يعني مثلا بتشوف انه عند كل مفصل طريق يقف ليعبر عن الاوضاع هذه. وانا كنت حاط عندي شيء هون بعض النماذج لحتى نشوف كيف عبر الزعني عن موقف معين. مثلا بدي اقول لك هون شغلة صغيرة، مثلا تحدث عن بيروت، هو كان عاشق لبيروت، يعني كان هو مواليد بيروت. مواليد بيروت طبعا. هلا بنحكي شوي عن السيره كمان. مزبوط. بيقول يا ضيعانك يا بيروت، الجهال حاكمين والارزال عايمين والاندال عايشين والاوادم عم تموت، يا ضيعانك يا بيروت. هلا اذا نحن بنجيب هالكلام هيدا اللي قاله من 70 80 سنه وبنشوفه هلا، بنشوف يعني بحال وقت بيزبط كمان من عصر. بعدين عمر الزعني كان صادق مع نفسه، شخص درس يعني تعلم بالمدرسة الأزهرية ببيروت، ثم التحق بالجامعة اليسوعية، عمل محامي وكمان عمل ضابط أيام العثمانيين، ضابط إداري يعني. وكان من رفقاء دفعته عمر حمد وعبد الغني العريسي، ثم بعدين درس بالجامعة اليسوعية المحاماة، وكان معه الرئيس كميل شمعون والدكتور عبد الله اليافي بالجامعة. ثم فيما بعد درس بمدرسة الأهلية اللغة الفرنسية، ودرس بمدارس فلسطين، وبعدين فتح مكتب محاماة هو والأديب الكبير عمر فيخوري، وسموه المكتب بالشارع المعرض مكتب العمرين.
رغم هالشيء هيدا واشتغل مساعد قضائي، رغم كل هالشيء تركه وراح للشغف تبعه للشعر الغنائي وللفن وللانتقاد. حتى وقت اللي عمل هيك اجا بيه وقال له طب معقول يا عمر بعد ما درست كل هالدرس بدك تعمل مهرج؟ قال له هيدا باللي بدي اعمله هو شغفي وانا مؤمن فيه. وبالفعل انه منيح اللي عمر الزعني عمل هيك، وكسبنا رائد من رواد يعني التجديد ورائد نهضوي. انا بتصور كان عنده النزاهه الفكريه والنزاهه الاخلاقيه والنزاهه الوطنيه والموهبه، فعبر كما يجب ان يعبر كل فنان مثقف بحب بلده وبحب اهله وبحب شعبه. واكيد يعني كان عايش بالفساد كمان، يعني كان اذا حتى لو كان عم يشتغل محاماه وقضاء يمكن كان عم بيكون عايش بهول المواقف كرمال يقدر كمان يعبر عنهم بهالطريقه. واكيد تنوصل لانه يعتقلوه او يضطهدوه، يعني اكيد كان عم بيأثر كتير بالعالم وعم بيقدر يوصل الرساله بطريقه مزبوطة، فاثر بالسلطه وخافوا منه اكثر واكثر، وهذا اللي سبب له السجن عده مرات. حتى انه في احد المرات قد ما صار يعني ضابط السجن بيعرفوا يعني، ودائما بقى بيسألوا مرة عم يفتح له الزنزاني بيقول له شو يا أستاذ عمر منك خوفين؟ قال له اللي ما خاف من العثمانيين وما خاف من الانتداب ما حيخاف من الأدناب. يعني شوف قديش كان عنده جرأة وعنده ثقة كبيرة بنفسه انه هو عم بيكون صادق وعم بيعبر صح عن المعاناة اللي عم بيعيشها شعبه. أصلا بس نشوف كمان فن أو شعر مكتوب بطريقة بدون ما نكون خايفين من القضيه اللي عم نحكي عنها، بنعرف قد ايه كمان بيكون الفنان شجاع. حتى في غنيه كمان هو عملها اسمها، هو اخذها عبد الوهاب منه وعملها لوديع الصافي، اللي بتقول عندك بحريه ريس. هو عملها بطريقه ثانيه بتقول بدنا بحريه ريس، وكلام كثير قاسي بيقول، يعني عندي هون الكلام اللي قال لك شو بيقول. اسمع كمان كيف كتبه. بيقول بطريقه كثير حلوه بالتعبير، بيقول بدنا بحرية يا ريس، البحر كبير يا ريس، بحرية حمير يا ريس، فرحان كتير يا ريس لأنك ريس يا ريس، ما في صبورة يا ريس ولا شبورة يا ريس، بس قاعد صورة يا ريس وبالاسم ريس يا ريس. يعني هالكلام هيدا عن جد هيدا الشعر الساخر كمان، ولكن بذات الوقت عنده معاني كتير. يعني صحيح ذات الكلمة عم بيلعب على الحكي فيها، ولكن بس نسمعها مزبوط عن جد عم بتعكس واقع معين عم نعيشه بهالفترة. يعني حتى انه هو كان يتمتع اذا بدك ثقة بالنفس والقدرة انه يقول الحق رغم كل شيء، رغم كل الظروف ورغم كل الصعاب. انا في مقطع لفتني كمان حابب شاركه على الهوا. ما حدا مبسوط، ما حدا ممنون، ما حدا مرتاح غير المجنون. يرجع بيكمل بيقول قولي لي مين فكره فاضي، سنه ضاحك قلبه راضي، اكبر حكم اكبر قاضي، بيشكي بينعي وبيقول مغبون. وهذه كمان نحن عم نعانيها يعني لوقت. بتعرف انا مرات بس اطلع ارجع مثلا بهالارث التراث هالفني العظيم اللي تركه عمر الزعني، بقول يعني قديش نحن يعني هالظاهره هيدي ليه ما تكررت بحياتنا؟ يعني ليه ما عدنا شفنا نماذج مثل عمر الزعني؟ انا بقول لثلاث اسباب. اول سبب انه ما عاد عندنا ناس عندهم الصدق والشجاعه والجراه للتصدي. ثاني سبب انه اوضاعنا استمرت بالتردي، يعني ما تغير شيء من 60 ولا 70 ولا 100 سنه لحتى. ثالث شغله ما نوجد الشخص اللي قادر انه يحط حياته مقابل قضيته. مزبوط. وعمر الزعني كان من هالاشخاص هول. يعني بنشوف العديد من الفنانين، العديد من الاشخاص كمان والشخصيات المعروفه بتحكي بقضايا معينه ولكن ما عم بتحارب كرمالها، يعني ما عم توصل لمطرح. في كم شخص يمكن صحيح. ولكن ما بنلاحظ انه في كثير عالم تعبت، وبتلاقي انه حكينا كثير وقاطعنا بكثير، خلص يمكن هلا بدنا نرتاح. لانه الحقيقه التغيير بده تغييريين. اكيد. يعني بدك ناس توقف تتصدى وهي تخلق القضيه وتناضل لاجلها. يعني منا العمليه يعني عمليه انه فوشه، يعني شو مش رده فعل هلا وبظروف قضيه وفيها كمان متابعه كثير كبيره. استاذ بس نحكي كمان عن عمر الزعني، يعني تلقى كثره القابه، يعني في شاعر الشعب، في موليير الشرق، صح والعديد صح منهم. خبرنا كمان كيف قدر هو يساعد، يعني يوصل، اكيد كسب هول الالقاب من وراء العديد من الاشياء، ولكن كيف قدر يوصل للشعب ويقدر يساعدهم كمان ويساعد الوطن بشكل عام؟ لقلك هو
عاش حياة شعبه. يعني عاش آلامهم، عاش أوجاعهم، كان ابن هذه البيئة يعني، وكان عم يعبر عن مضامين الناس عم تعيشها، إن كان بالغلا، إن كان بالحرية، إن كان بالاقتصاد، إن كان يعني كل شيء كان عم بيواجه معهم، وعم بيقدر يعمل من خلال الغناء موقف سياسي أو موقف إذا بدك نقدي. هلأ الحقيقة الألقاب اللي إجته لأن الناس أطلقت عليه وحبت أنه هالنبرة اللي عنده، مثلا شاعر الشعب، وبتذكر كمان أستاذ فاروق جمال عمل كتاب اسمه عمر زعني شاعر الشعب، وكمان سموه موليير لبنان يعني، وكمان سموه فولتير لبنان، وفي كمان أمين الريحاني بيقول عنه لو لم تكن مغنيا لكنت فيلسوفا. وكمان بتقول عنه ماي زيادة لو لم يكن شكاء لكان شاعرا كبيرا، يعني شكاء كان يشكي يعني بالشكي من الأوضاع اللي عم نعيشها. وفي كلمة أنا كتير بحب أنه أذكرها هون، اللي قال عنه الأديب الكبير عمر فيخوري، قال كان عمر الزعني شاعر العصر وشاهد العصر. يعني كمان كان عم بيشوف شو عم بيصير وعم بترجمه بشعره، يعني أنه أنت تشهد للموقف وترجمه بموقف يعني. يعني هنا بس كمان تنذكر انه الكتاب هو بيتضمن القصائد الممنوعة، صحيح، اللي هي كنا عم نحكي عنها المنا شريط، وحتى منشوف بالكتاب يعني ما بعرف اذا مبين على الكاميرا في قصائد مكتوبة بخط اليد، ايه بخط اليد ومختوم عليها ختم قبل العام انه ممنوعة من التداول كمان، يعني تنعرف قدي عن جد هدول القصائد حقيقية الى قيمة وحقيقية يعني. بتحب تقري لنا بعض؟ انا في عندي شيء بدي اقوله هون بيشبه الوضع اللي احنا عم نعيشه. في قصيدة هو كتبها سنة 1928 بعنوان البؤس، إذا بتقارنا بهلأ بتقول كأنه كأنه كتبها تقريبا رح تصير لها 100 سنة صباح اليوم، تقريبا 100 سنة. ليش بيقول كانت الأوضاع تتدهور بشكل مريع بهذيك الوقت بين الحربين؟ يعني بيقول اللي جن واللي كفر واللي هاجر، القلوب مليانة والجيوب فرغانة والنسوان هربانة والأطفال جوعانة والحكومة غرقانة بعيوب الليل. مثلا في عنده واحدة تانية بيقول بيحض الناس، يعني مثلا هو مش بس كان يعني بينتقد السلطة كمان بينتقد الناس. مثلا هون بهالمقطع هيدا بيقول يعني الظواهر إذا بدك والتحولات الاجتماعية، بيقول الدنيا قايمة والشعب غافل، راحت بلادكم ما حدا سائل، أموالنا رايحة يا حرام مثل الحمام يا حرام، يلا حكموا يا أهل النظر. هالكلام هيدا إذا بتقراه هلا وما بتعرف إنه قال من 70 سنة. مزبوط، يعني نحنا منذكر كمان يعني عمر الزعني كان بمواليد 1895 آخر التسعينات، وتوفى بال 1961 كمان، يعني بهيدي الفترة اللي عاشها كنا عم بيكتب حتى الأشعار. حتى مثلا في عنده نقد للوزارات اللي بتتغير وما بيطلع من أمره شيء، مثلا شوف شو بيقول يا صالحة مين الوزارة الصالحة؟ الماسي قبل الصابحة والجاية قبل البارحة والطبخة مرة ومالحة يا صالحة. هذا الكلام ب 1947. مثلا عنده غنية كتير معروفة كان يرددها، بيقول لو كنت حصان، بيقول مثلا لو كنت حصان عن بيت سرسو بيأكل فستو بيأكل بندق، ما كنت بسرق مثل الزعران. يعني شوف في كوميديا، ولكن مزدوج يعني موضوع لا وضعين بالحياة الاجتماعية. أكيد هذا الشيء يعني لازم نضوي عليه، وخاصة نحن أنه عم نعيشهم بعدنا لهلأ. أستاذ سليمان، قد أهمية نشر هيك نوع من الكتاب بوضعنا هلأ وبذات الوقت للأجيال اللي جاية؟ أنا بقول من الضروري يعني الانتباه للذاكرة تاعتنا، الذاكرة الاجتماعية والذاكرة الثقافية والذاكرة الحضارية، لأنه هي بتلقي ضوء على هذا الحاضر وبتلقي ضوء على مستقبلنا كمان، ومنشوف تجارب غيرنا ونعتبر منهم. يعني اليوم نحن هل يعني نقول المثل، الشخص اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا له مستقبل. نحن مجرد الانتباه على هذا التراث وتفعيله بالحاضر والاستفادة منه أيضا من الحاضر، هو بحد ذاته تواصل حقيقي مع تاريخنا، تواصل حقيقي مع هويتنا، تواصل حقيقي مع قضايا شعبنا.
واكيد يعني نحن بس نحكي عن شعراء كبار قطعوا كمان بتاريخ البلد، بعدهم لهلا ارثهم موجود وبعدنا لهلا عم نقدر نقرا اشعارهم او نقرا اعمالهم او نعيش اعمالهم ونشوفها عم تطبق بالواقع الحالي، ان كان بمسرحيات باغاني وغيره. الاصيل والحقيقي بيخترق الزمن والمكان، ما بيقعد بقى مرتبط فيك تقرا ساعه اللي بدك وفيك تستفيد منه ساعه اللي بدك، لانه اصيل وحقيقي. يعني انا كمان بحب انه يعني اقول انه لازم كل هالتراث النهضوي اللي نحن بنعرفه نفعل فيه أكثر ونستفيد منه أكثر، لأنه هيدا تاريخنا وهيدا هويتنا. وأنا بقول مثلا بالنسبة لعمر الزعني، هلأ نحن أصدرنا هيدا الكتاب اللي القصائد الممنوعة، وكمان في نادي لكل الناس عم بيشتغل على موضوع رقمنة بعض الأسطوانات لحتى تصير وتنظيفها لحتى تصير تنسمع أكثر وأكثر. يعني والعمل لازم يضل مستمر في هذا الكنز الذي اسمه عمر الزعني. أكيد، والحلو المحافظة عليه كمان، لأنه في كتير يمكن جيل جديد ما بيعرفوه، هيك بيتعرفوا عليه وبيعرفوا كمان أكتر عن تاريخ لبنان والتاريخ الشعري بلبنان. يعني نحن دايما نفكر شعر يعني قصائد وعربي بليغ، ولكن في قصائد كمان ساخرة وبتضوي على قضايا اجتماعية كتير بدون شك. أستاذ سليمان، لما نحكي عن الوطن العربي ككل، يعني نحن ذكرنا كمان، ذكرت حضرتك شاعرين من مصر كمان شعراء، واللي هن كمان عم بيكونوا عم بيقوموا بهدول الأدوار. ده أهمية الشاعر الثائر بالوطن العربي، خاصة مع كل المشاكل اللي عم يقطع فيه المنطقة. يعني أنا بدي لك إنه الشاعر الثائر هو طليعة، هو يعني إشارة إلى إنه في شيء غلط بحياتنا، في شيء لازم يتصلح. يعني بيكون عنده بعد إصلاحي، بعد تنويري، بعد نهضوي. يعني الشاعر هو ضمير بالنهاية، يعني لازم ينور الطريق، يمهد الطريق. ونحن يعني شعراءنا والمثقفين اللي عنا يمكن دورهم هيدا هو الدور الحقيقي والوحيد انه يعملوه، لحتى تقدر بعدين تقدر تعمل تقدم، تعمل تغيير، تعمل نهضة. لانه بهالوضع اللي احنا عايشينه نحتاج الى كل الجهود، خصوصا الى الجهود المبنية على المعرفة، مبنية على الثقافة، مبنية على الالتزام، التزام بقضايا الناس وقضايا المجتمع. انا بتصور انه عمر الزعني وسيد درويش ايضا، بيرم التونسي، كل هالنماذج اللي ذكرناها بالحديث هي نماذج يحتذى بها، لانها نماذج انسانيه راقيه ونماذج حضاريه كبيره، والى دور بتاريخ الشعوب والى دور بتاريخ النهضه. يعني اكيد بنعرف انه الفن بشكل عام بيأثر كتير كمان، مش بس تيأثر على العالم ولكن تينقل صورة كمان عن المجتمع. يعني كمان الفن بيلعب دور ثقافي، بيلعب دور ثورجي وإلى ما هنالك. وبعتقد هيدا الشيء يعني كمان اللي كان عمر الزعني عم بيجرب يعمله. يعني عمر الزعني عمل شيء انه قدر عبر عن كل هالاشياء بطريقة بفن بإبداع. وكمان ما بدنا ننسى كمان دوره المهم بالموسيقى، لانه كان عمر الزعني احد ثلاثه مهدوا الطريق للاغنيه اللبنانيه. يعني هو ونقول المني ومتر المر بهداك الوقت هن اللي مهدوا الطريق لعصبه الخمسه اللي غيرت وجه الاغنيه اللبنانيه. يعني عصبه الخمسه عم نحكي عن عاصي ومنصور، زكي نصيف، توفيق الباشا، وتوفيق سكر، اللي هن بعدين طلقوا من خلال عصبه الخمسه الى مهرجانات بعلبك. وطبعا الحكايه طويله بهالمجال، ولكن عمر الزعني كان من الروافد الاساسيه اللي صنعت هويه خاصه للاغنيه اللبنانيه. يعني انا بدعي كل الاشخاص اللي بيحبوا الشعر وكمان اللي بيحبوا هيك نوع من الكوميديا الساخره نوعا ما، لانه في كمان كتير قصايد فيها اشياء يمكن بتضحكنا ولكن بتخلينا نروح على قضيه معينه او على مشكله معينه عن جد بواقعنا هلا وعم نعيشها، ولكن بطريقه شوي كوميديه، بطريقه شوي خفيفه ساخره وعميقه بنفس الوقت. عميقه 100% بتضوي على قضيه كتير مهمه. استاذ سليمان، بالختام بتحب تقول كلمه اخيره ان كان عن الشاعر عمر الزعني او حيلا شي بتحب انا تقول. بدي اقول انه يعني نحن بعلاقتنا بالحياه لازم يعني نقدر كمان نجدد إيماننا بالثقافة، نجدد إيماننا بالإبداع، بالفن، بدور الموسيقى، لأن كل هالأمور هيدي بتصنع منا إنسان أفضل، بتصنع منا حياة أفضل، بتصنع منا مجتمع يتقدم إلى النور أكثر وأكثر. وهذا الشيء بيمثله هول يعني هالنماذج هيدي اللي حكينا عنها. ونتمنى أيضا أنه نشوف كمان بالمستقبل مواهب كمان كبيرة نعتز فيها ونفتخر فيها، لأنه نحن بالنهاية لبنان رأس ماله الوحيد هو رأس مال ثقافي، رأس ماله الرمزي، هذا اللي ما حدا بيقدر يشلحنا إياه، لأنه ساكن بوجداننا وساكن بقلوبنا وبضمائرنا. ونحن منضل نقول إنه الكلمة بلبنان
هي دورة كبير وفعال رغم كل شيء ورغم كل الظروف اللي عم نمر فيها. أكيد يعني بنعرف عبر التاريخ قديش الشعر بالتحديد كان مهم بالبلد وقديه كمان غير وطور وثقف في العالم بهيدا البلد، فأكيد كتير مهم نضوي كمان على الشعر اللي قطعه ونركز على أهمية الشعر للأجيال اللي جاية ويمكن كمان يطلع لنا شعر بدون شك قادمين. هذه سلسلة متكاملة أكيد. وشكر لكم لأنه يعني أضعتوا على هذا الموضوع المهم والأساسي. أكيد هذا موضوع ثقافي كتير مهم ولازم كل العالم كمان تكون على اطلاع عليه. ميرسي كتير لك سليمان بختي كاتب والناشر، وبنرجع بنذكر عمر لزعني القصائد الممنوعة موجود بالمكتبات كرمال كل الأشخاص اللي عبالها تعرف أكثر تروح تتجي وتشتري الكتاب. صبحيتنا بتتابع ولكن بعد فاصل قصير.